هذا العرس الديمقراطي في استفتاء على التعديلات الدستورية، وتم تفقد لجان الفرعية في المدرسة اللي فيها حاليا، ولاحظنا الحمد لله رب العالمين في إقبال مركوز، ولاحظنا الحمد لله ان في انتظام في تسير العملية الانتخابية بكل هدوء ويسر وسهولة، وان شاء الله ندعو السادة المواطنين جميعا يعني ونحثهم على النزول والإدلاء بأصواته مشاركة في الدفاع ومشاركة في حماية الوطن العريق اللي احنا كنا نعتز ان ننتمي اليه. كل المدينة فتحت الساعة 9 الصبح، ووقت العمليات لم تتلقى أي شكاوى بشأن تأخير أي لجنة على مستوى محافظة أسيوط. حوالي 605 لجنة تم فتحها في مواعيدها الساعة 9 صباحا إن شاء الله، وحتى الآن مفيش أي مشاكل حصلت في اي لجنه، ومفيش اي حاجه عكر صف الانتخابات ما تلقناش لغايه الان حتى اي شكاوى، واحنا لفينا على عدد من اللجان والامور مستقره والحاله الحمد لله.